تخطيط ممارسة اللقاء ديال اليوم كما تتبعتم هو ثاني لقاء لتفعيل برنامج التنموي الجهوي للجهة الدار البيضاء أسطات، للهدف منه هو يعني تنزيل ديال هذا البرنامج على صعيد قطاعين حيويين يشكلان ثقل مهم في الميزانية ديال هذا البرنامج الجهوي ديال التنمية، واللي هما قطاع الماء وقطاع الطرق. قطاع الماء اللي فيه اولا يعني تحويل المياه، واللي كما قال لكم السيد الوزير يعني من دابا شهر على اكثر تقدير غادي يولي الماء كيتدفق عندنا ان شاء الله من حوض سبو. ثم فيه كذلك برامج اخرى للحفاظ على الثروه المائيه، خاصه حمايه التراب ديال الجهه من الفيضانات، كنحميوها من الفيضانات وفي نفس الوقت كنعاود ننقدوا ذاك الماء ونكتسبوا. ثم كاين كذلك برنامج لتحليات او لاعاده استعمال المياه العديمه للسقي. بالنسبه للطرق كما تتبعتم كاين هناك طرق مهيكله داخل الجهه، منها طرق ساحليه، منها طرق داخليه، ومنها يعني كما شفتم 2 مليار و100 مليون خاصه بالطرق القرويه، اللي الهدف منها هو فك العزله على العالم القروي وربط قرى ومداشر الجهة بالخدمات العمومية من مدارس ومصحات وإدارات إلى غير ذلك، يعني عملا إلى الرفع من مستوى عيش العالم القروي وتخفيف عن العبء دياله، خاصة ما يتعلق بالعزلة.